السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال التبريمه ديال الحمام المغربي اللي معروف على المغربيات. تقدري تستعمليه في الدار ولا في الحمام ديال الزنقه، و الا كنتي ما تمشيش الحمام ديال الزنقه ممكن انك تستعمليه غير في الحمام ديال الدار. المهم هو انه يكون البخار ويكون سخون. غادي نحتاجو فيه ان شاء الله الحنه والداد والعرعار وسرغينة، هادشي اللي غادي نحتاجو فيه، والصابون البلدي. وبالنسبة للحامض، كاين اللي عنده حساسية من الحامض ما يستعملوش، ولكن من الأحسن حيت عارفين الفوائد ديال الحامض. تشي بياض، الناس ديال زمان راه كانوا يستعملوا غير الحامض والصابون البلدي والحنة، راهم كافيين باش أنهم ينقيو الجسم ديالنا. صافي تنخلطوهم و تندمجوهم مع بعضياتهم مع الصابون البلدي. يا اما نخلطوهم مع الحامض والماء سخون، ولا على الماء سخون كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال البشره حساسه ما يستعملوش الحامض، اش غادي تهيج لهم البشره وراكم عارفين. صافي سيدي، تنبقاو نزيدو في الماء، تنزيدو حتى شي يولي على شكل كريمي. وبالنسبه للبنات اللي ما تيبغيوش لحمهم يبغى لهم بديك الحموره ديال الحنه، ياخذوا ديك الحنه القديمه. غتمشي عند العطار تقول لي عطيني الحنه القديمه، الاغلبيه ديال العطار تيخليو ديك الحنه القديمه غير للكليان. صافي تنبقاو نزيدو في الماء شويه بشويه حتى شي يولي على شكل كريمي. جربوها البنات، تصفي البشره وتحيد الكلف، ومزيانه شحال من حاجه، تتخلي الحم رطب.